السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في الله. الحمد لله، نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد أحبابي في الله، اليوم سوف نعيش مع قصة نبي الله نوح عليه السلام، وهو رسول من عند الله سبحانه وتعالى، وهو أول الرسل بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة لقومه وسفيرا للخير، ودعا إلى التوحيد. فهو كان ينهي قومه عن الشرك والفواحش ما ظهر منها وما بطن. أخ الحبيب، أخ الكريم، أخذ يدعو نوح عليه السلام قومه قرابة 950 عاما، 1000 سنة إلا 50، وكان يعدهم بالجنات والسعادة إذا آمنوا، وينذرهم بعقاب الله سبحانه وتعالى إذا أشركوا وظلوا على عنادهم وكفرهم. ومن العجيب أحباب في الله أن بعد هذه المدة الطويلة ما آمن معه إلا قليل، وهو من أولي العزم من الرسل عليه السلام. فكان قومه يعبدون الأصنام وتمادوا في البغي والظلم والعصيان، وكان نوح عليه السلام أطول الأنبياء عمرا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فأرسل الله سبحانه وتعالى نبي الله نوحا لينذر هؤلاء العباد. وسيدنا نوح عليه السلام تعدد في دعوتهم بعدة أنواع وشتى الطرق، فكان يستعمل السرية تارة مرة، ويستعمل أن يدعوهم جهارا مرة أخرى وهم على عنادهم وكفرهم. انظر أهل الكريم، الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول: قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. انظر أخي الكريم، كان نوح لا يمل ولا يكل من دعوة قومه في الليل وفي النهار، حتى أنهم كانوا حينما كان يمر عليهم كانوا يستهزئوا به ويسخروا منه. فأخي الكريم، لدرجة أنهم كانوا يضعون آذانهم يضعون أصابعهم في آذانهم يقولون: يا نوح لا نريد أن نسمعك، ثم يغطون وجوههم بثياب ملابسهم ويقولون: يا نوح لا نريد أن نراك. فأخي الكريم، ثم قال الله سبحانه وتعالى: ثم إني دعوتهم جهارا،
ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. انظر أخي الكريم، فنوح عليه السلام كان يدعوهم مرة بالسر، في السر ما استجابوا، يدعوهم مرة بالجهر وعلو الصوت ما يستجيبون. فسيدنا نوح عليه السلام كان يدعوهم إلى عبادة الله ويقول لهم: يا عباد الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولكنهم أصروا وعندوا واستمروا على الكفر، وكان نوح عليه السلام يأمرهم بالاستغفار. ومن جوائز الاستغفار أن الله سبحانه وتعالى يرسل عليهم السماء مدرار ويمددهم الله سبحانه وتعالى بالمال والبنين، فكان يعدد لهم النعم التي سوف تنزل عليهم إذا تابوا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. ولكنهم أصروا على عنادهم. أخي الكريم، أخي الحبيب، نوح عليه السلام كان يدعوهم أن يتركوا الأصنام، وهذه الأصنام كانت من قبل كانت عبارة عن عباد لهم صالحين، فهم بعد ما ماتوا هؤلاء العباد الصالحين أخذوا صورهم وبدأوا إن هم يعني يعبدوها، وبعد ذلك أقاموا لهم تماثيل وأصنام فعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى، وضلوا وأضلوا كثيرا من الناس. ثم نأتي بعد ذلك أخي الكريم، لما استمروا على عنادهم أمر الله سبحانه وتعالى نوح عليه السلام أن يصنع الفلك وأن يصنع سفينة، وكان موعد العذاب حينما يفور التنور والفرن الذي فيه النيران. هذه علامة إنزال العذاب على قوم نوح عليه السلام. فنوح عليه السلام صنع السفينة، وكان بداية الصناعة على الرمل، فكانوا حينما يمرون عليه يسخرون منه ويستهزئون به ويقولون: يا نوح، هل هذه السفينة تمشي على الرمل؟ استهزاء وسخرية من نبي الله نوح عليه السلام. وكانوا يتهمونه بالسحر والكذب والجنون. فهذه حبيب في الله، أخي في الله، هذه سنة الله في كونه لمن يتمسك بدين الله سبحانه وتعالى ويستمر على طاعة الله سبحانه وتعالى. فنجد كثيرا من الناس من يتهموه بالجنون أو يتهموه بالكذب، فهذه سنة الله في كونه. فكذلك الكفار كانوا يرمون نوح عليه السلام بالجنون والكذب. فقام سيدنا نوح بعمل السفينة وجمع فيها من كل زوجين اثنين من الحيوانات، وما ركب معه السفينة إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل. فأخي الكريم، قد وحي الله سبحانه وتعالى إليه وقال: لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فلذلك أمره الله سبحانه وتعالى بصنع السفينة، وجمع فيها من الحيوانات من كل زوجين اثنين، وركب فيها أصحاب المؤمنين. وأخي الكريم، تتعجب من شد العجب أن نوح عليه السلام وهو أستاذ وعالم كبير في الدعوة وفي فن الدعوة،
لم يستطع أن يهدي ابنه ولا ينجي ابنه من العذاب، فدعا ابنه أن يركب معه السفينة، قال يا بني اركب معنا، فقال لا عاصم اليوم. فقال سآوي إلى جبل، قال الابن سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال الله سبحانه وتعالى لا عاصم من أمر الله إلا من رحم، فكان من المغرقين. انظر أخي الكريم، هذا الابن حينما دعاه أبوه إلى أن يركب معهم السفينة قال سآوي إلى جبل يعصمني، يعني أنا هطلع جبل عالي يمنع الماء من إيه، الماء لا يستطيع أن يصل إليه. فهنا الأب قال له لا عاصم اليوم من أمر الله، يعني سوف تكون من المغرقين. فبدأ يحذر ابنه، ولكن ابنه ظل على عناده وكفره فكان من المغرقين. أخي الكريم، بعدما بنى نوح عليه السلام السفينة وركب معه المؤمنون والحيوانات، الله سبحانه وتعالى فجر من الأرض ينابيع من المياه، سبحان الله، تخرج من الأرض بكمية كبيرة، وأمر الله سبحانه وتعالى السماء أن تمطر أمطارا غزيرة، فكانت تصيب الكفار، وكانت السفينة آمنة لأن فيها نوح عليه السلام والمؤمنين، فكانت السفينة تجري كأنها تجري في أمواج عالية ومياه عالية. أخي الكريم، حتى غرق كل الكفار جزاء بما كانوا يعملون، والله سبحانه وتعالى جعل هذه السفينة آية إلى عصرنا الآن، وهي موجودة في أحد الدول، معلم يزوره الناس لكي يعرفوا عاقبة المكذبين وعاقبة الذين عاندوا الله سبحانه وتعالى كيف كان جزاؤهم. ونجى الله سبحانه وتعالى بعد ذلك نوح عليه السلام من هؤلاء الكفار، فأهلك الله سبحانه وتعالى الكفار ونجى الله نوح عليه السلام والمؤمنين، ولم لا، وقد كان نوح كثير الشكر وكان حامدا لله سبحانه وتعالى، وقيل إنه كان يحمد الله على طعامه وشرابه وملابسه ولباسه وفي كل شؤون الحياة. وقال الله سبحانه وتعالى عنه إنه كان عبدا شكورا، نوح عليه السلام كان عبدا شكورا شاكرا لله سبحانه وتعالى وعلى نعم الله سبحانه وتعالى الظاهرة عليه والباطنة والظاهرة. فهذه أحباب في الله نبذة بسيطة عن قصة نوح عليه السلام نبي الله وأول الرسل إلى الكفار الذين عاندوا الله سبحانه وتعالى. وانظر أن الله سبحانه وتعالى نجى المؤمنين بطاعتهم إليه، وأغرق الكفار بعنادهم وتكبرهم وبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. فأحباب في الله، لما نروي هذه القصة نأخذ منها العظة والعبرة، أن الذي يسير على طاعة الله سبحانه وتعالى ويمشي على طاعة الله وعلى نهج القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينجو ويفوز في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما من يتبع الباطل والشهوات واللهو ويبتعد عن الله سبحانه وتعالى فيحذر من عذاب الله سبحانه وتعالى إن لم يتب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أحبابي في الله، لا تنسوا الاشتراك في القناة وكتابة التعليقات، ونسعد بالتعليقات التي تصل لي. نشكركم على حسن الاستماع. أحباب في الله، أحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم ويكتب لنا ولكم الأجر،
ويغفر لي ولكم الذنوب والسيئات. أحباب في الله، إن كان هناك تقصير أو خطأ أو خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأحباب في الله، إن كان هناك خطأ فسامحوني واغفروا لي. ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم الهداية والمغفرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم ارزقنا السير على الهدى وطريق الخير، وابعدنا عن الغواية والضلال. وأحباب في الله، ادعوا لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب، وادعوا لي أبناءنا بالهداية، وادعوا لسائر المسلمين. أحباب في الله، نشكركم على حسن الاستماع وجزاكم الله كل خير، كتب الله لكم المغفرة والعفو من عنده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في الله.